في سياق الحديث عن فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة وداخلين عليها، في بيان مهم لحزب المصريين الأحرار صدر من شوية. البيان بيقول إنه في ضوء الخطوات الرامية لما أعلنه حزب المصريين الأحرار من حملة حزبية شعبية للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة، استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونخب على كافة المستويات للتعاون وتكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يتابع الحزب عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة بيتابعوا كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرد على كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة. وشدد رئيس الحزب على أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أو النيل من رموزها بأي صورة. تفاصيل أكتر عن البيان هنعرفها من خلال الكاتب الصحفي ريمون ناجي، مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسي. أستاذ ريمون، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. عايزين يعني قراءة أكثر تفصيلا في بيان الحزب النهاردة. هو حضرتك أوجزت البيان في آخر جملة، أن الحزب لن يدخر جهد في دعم مرشحه الرئاسي بكل سبل. دي كانت ملخص البيان كله. حزب المصريين الأحرار خد على عاتقه من 30 يونيو الماضي اتجاه بعد تصويت وإجماع داخل كل التنظيمات الحزبية باعتبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشحا رسميا عن حزب المصريين الأحرار. جميل. ده بيتأتى من التطابق الرؤية العامة والخطوات الواثقة للسيد الرئيس في كل الأطر، سواء على الصعيد الخارجي، على الصعيد الإقليمي، على الصعيد الداخلي، مع الرؤية العامة لحزب المصريين الأحرار. بالفعل يا فندم، والطبيعي أن الأحزاب السياسية بترنو إلى السلطة، لكن بترنو إلى السلطة بهدف الوصول لتطبيق رؤيتها أو برنامجها العام، أهدافها ومبادئها. لما نشوف أن أهدافنا ومبادئنا كحزب المصريين الأحرار بتتطبع على أرض الواقع وبتترجم من خلال خطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنين، إحنا شايفين نقاط كثيرة جدا من البرنامج العام بتتحقق لصالح الوطن ولصالح المواطن. قد يراها البعض دواء مر، ولكن كان جزءا منها من اصلاحات يستدعي ان نتجاوز المرحله وان يتخذ هذا الاجراء في هذا التوقيت، لان الرؤيه العامه للبعض قد لا تكون كامله، لكن الرؤيه الاشمل بتكون للقائد. واحنا قدام قائد اثبت قيادته وامانته وعزته ونزاهته من 30 يونيو 2013. كنا هنبقى في حال غير الحال لو كان عندنا حد تاني غير السيد الرئيس عبد الفتاح. جميل. ده البيان. الفتره اللي جايه الحزب ايه برنامجه الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه هنبقى في اكتر من اتجاه. مبدئيا احنا فاتحين الباب لكل المحبين ولكل الداعمين ولكل المؤيدين لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم ينضموا للحمله الحزبيه الشعبيه لتأييد السيد الرئيس. بالفعل انضم الينا عدد من الشخصيات، ولعل اقربهم من ساعات قليله يعني الدكتور ثروت قادس، هو رئيس الاتحاد العام للمصريين فرع المانيا، وهو نائب رئيس مجلس المستشارين للجاليات الاجنبيه. ده احنا لو بنتكلم على الصعيد الخارجي. على الصعيد الداخلي في عدد من الشخصيات والقامات المجتمعيه والناس المؤثره في مواقعها انضمت للحمله. ده بنوازع المحبه والاخلاص والمعرفه والادراك للحاله العامه. ده واحد. اتنين، الحزب اشتغل على فكره تاسيس غرفه عمليات مركزيه تليق وترقى لانها تتابع مسار عمليه انتخابيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مرشح لحزب المصريين الاحرار، سواء على القطاع المركزي او على قطاع المحافظات من خلال امانات المحافظات المنتشره في ربوع الجمهوريه.
اتنين كثفنا الجهود من خلال الشباب بتوع الحزب وامانات المرأة وامانات العمل الجماهيري وعدة امانات فرعية ولجان من خلال التواصل المباشر مع الشارع، سواء بنماذج المحاكاة اللي ابتدت الشباب تنفذها في الارض مع الناس، سواء اللقاءات اللي بتعملها الامانات مع المزارعين مع الفلاحين مع كل الفئات وكل الطبقات المجتمعية، التواصل المباشر للتوعية على أهمية المشاركة الانتخابية وتوضيح الصورة العامة لمصر بما يرقى لتوضيح المشهد العام، غير بعيدا عن المغالاة أو المزايدة التي يتبعها البعض في اتجاهات الدولة المصرية. في ناس بتزايد على خطوات الدولة المصرية، حضرتك عارف إن في تمام. عدة قنوات وعدة أبواق مأجورة ومدفوعة على مصر، فلازم كان تتواجه من واضح، خلال واضح من التواصل البيان. المباشر مع الشارع. اتفضل يا فندم. الأستاذ ريمون ناجي، مدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسي، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.